دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد فعاليات الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال بمركز العاصمة زنجبار التي تنفذ من منزل إلى منزل وتستهدف أكثر من 95 ألف طفل في مديريات المحافظة الـ11. تفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل رتفان عمر. تحت شعار الشلل يحطم مستقبل الأطفال والتحسين حماية وأمان، دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين الأستاذ مهدي محمد الحامد ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور صالح الثرم فعاليات الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال بمركز العاصمة زنجبار وتشمل مديريات المحافظة الـ11. وفي كلمة التدشين أشاد الأمين العام بالاستعدادات الكاملة وتنفيذها على مستوى مديريات المحافظة مشددا على أهمية تفاعل أولياء الأمور مع الحملة التي تحمي أطفالهم من الإعاقة الأبدية والتي تعد حماية حقيقية وأمان لمستقبل الأطفال. اليوم تم تدشين الحملة الوطنية الطارئة لتحصين ضد شلل الأطفال، وهذه الحملة تشمل جميع مديريات محافظة أبين وهي الأطفال دون الخامسة، وكذلك عدد الأطفال 95 ألف طفل. وتأتي هذه الحملة بدعم من منظمة الصحة العالمية ويونيسف، وكذلك تحت إشراف معالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح. نجدها فرصة أن نتقدم بجزيل الشكر للأخوة في منظمة الصحة العالمية وكذلك اليونيسف وكذلك وزارة الصحة على جهودهم الداعمة وجهودهم الدائمة التي تقدم لمحافظة أبين. أكثر من 95 ألف طفل مستفيد من الحملة، وتنفذ عبر مراكز ثابتة ومتحركة وسط حملات توعوية وقبول كبير من قبل أولياء الأمور. اليوم في محافظة أبين تم تدشين الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد شلل الأطفال، والتي تستمر على مدار 3 أيام من 5 مارس حتى 7 مارس العام 2023، بمستهدف أطفال 95,015 طفل، وأيضا استهداف منازل 56,868 منزلا، مكادر صحي 528 منها 144 فريق ثابت و 388 فريق متحرك، ووجود مشرفين 131 مشرف على مستوى المحافظة. كذلك نتمنى من جميع أبناء محافظة أبين منصبة محلية وتنفيذية وكوادر جامعية وصحية ومواطنين ومثقفين التعاون معنا في إنجاح هذه الحملة. شهدت الحملة منذ ساعات انطلاقها الأولى إقبالا كبير على تحسين الأطفال، وهو ما يؤكد تزايد الوعي المجتمعي للحد من خطورة هذا الفيروس. نطالب الأهالي وأمة المساجد وشخصيات الاجتماعية أن يحثوا الأطفال على التطعيم كون هذا الحملة هي حملة طارئة وحملة احترازية. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم تتم حملة الوطنية الاحترازية لمكافحة شلل الأطفال الرئوي في مديرية خنبر باستهداف 24,700 طفل دون الخامسة. الحملة لمدة 3 أيام سوف تكون من منزل إلى منزل. نأمل من الجميع المواطنين والآباء والأمهات التعاون في تسهيل عمل الفرق المتنقلة حضر التدشين مدير عام مديرية زنجبار شائع الدحوي ومديرا مكاتب الصحة بخنفر وزنجبار عبد القادر باجميل وصلاح بالليل اليوسفي، ومديرة مركز الأمومة والطفل سعيدة يحيى وخالد القديري رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وعدد من الكوادر الطبية وأولياء الأمور. لقناة عدن الفضائية، ردفان عمر، محافظة أبين.